مشاهدينا وين ما كنتو صحة بطولكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كما عودناكم دائما ندوزو معكم سهرة ممتعة مع ضيوف متميزين يكونوا حاضرين معنا، واليوم راهي حاضرة معنا مدام سامية. مرحبا بك معنا مدام. شكرا. مرحبا بكم. شكرا على الاستضافة. على بس الحمد لله. الحمد لله. رمضان كريم وكل عام وانتم بخير ان شاء الله. شكرا. وشكرا على الاستضافة. ميرسي. شكرا لك. ايضا راهي حاضرة معنا سمية الحكواتية. سمية مرحبا بك معنا. ترحب بك الجنة. لا بس كي راكم انتم معكم. لا كيفاش راكم مع رمضان؟ والله كي تشوفي يعني سمية راهي مريضة شوية. المومون ديالها. والله ما خليتكم، انا قلت نجي نكمل لكم الحكاية ما نخليكمش مشوقين. شايفين نخليناهم ياك سمية. ان شاء الله باذن الله. مرحبا بك مدام سمية. صحة رمضانك. صحة ليك. صحة فطورك. شكرا. ربي يحفظك وينورك. صحة فطور المشاهدين الكرام داخل وخارج الوطن. مرحبا بك سمية. يلا مدام سمية عرفينا بنفسك. سمية مسلم. جو سوي زين مامون. عندي تلت وليدات. راني ام. الله يسلمك. يعيشك. وانا في المجال السياسي وراني اعلامية في جريدة المكتوبة ورئيس اللجنة الوطنية لتقية الاعلام. ما شاء الله. ومستشارة بالأكاديمية الجزائرية للمواطنة مجتمع مدني. ما شاء الله. ما شاء الله ربي يبارك. الحمد لله. الله يبارك. يعني شفتي العديد من شكرا. الله يعيشك. هذا يعني فخر. شفتي المرأة الجزائرية متعددة المهام. الله يعيشك. الله يبارك. احكوا لي كيفاش راكم مع رمضان؟ كيفاش راكم تدوزوا في رمضان؟ الحمد لله رمضان عمره ما خوفنا. رمضان الحمد لله تعودنا ملي كنا صغار تربينا على الدراسة وعلى المطبخ. يعني ما شاء الله نحبوا نعرفوا. يعني زمان كانت الطفلة تحب تدخل للمطبخ، تحب تعند لا مامون. زمان كنا يشروا لنا قديرة صغيرة باش نبداو نطيبوا الشربة. يعني شتي العادات تتشابه في كل انحاء الوطن. يعني هذه العاده تاع القدره الصغيره يشروها للبنت النهار اللي ولي تصوم. انا نشفى ماما يعني نهار صمت اول مره شافت لي واحد القدره هكا صغيره وتقول لك ديري واش ندير. تقول لك تبعيني واش ندير. هذه كامل عايشه في البيوت الجزائريه. سبحان الله. يعني ملي كنا صغار كنا امهات. خلقنا كامهات من الفطره. من الفطره يعني حاملين المسؤوليه من صغرنا. والطبخ هذا فن. والطبخ ليه صبر نفس. رمضان ورمضان يعني فيه البركه فيه الخير فيه ان شاء الله يا ربي يعيدوا علينا ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله. طيبتي اليوم في الفطور؟ طيبت شربه كما كل جزائري. وبهذا المنبر نحيي الجاليه الجزائريه. اشك فا يقولوا لي يعني في اللايف كي نهضر مع ناسنا واهلنا بفرنسا يعني بالغربه كلنا ورينا برك كيفاش تخدموا انتم ناس الشرق الشربه. قلت له يعني الجزائر سبحان الله ربي يحفظها فهي قاضه عندنا يعني اطباق ما شاء الله يعني لا تعد ولا تحصى. يعني عندنا الشربه من المشرق الشرق الجزائري الحريره في الغرب الحريره عندنا شربه فريك في الوسط طلالز ما يقولوا. يعني سي فريمون سي ما شاء الله. يعني انتي واش تحبي واش الشربه تحبيها سمية؟ انايا 30 يوم تاع رمضان شربه فريك في قدرة الطير ومغرب العود. يخطونيش. انا نديرو في الدار حريره بصح انا لازم ناكل شربه فريك 30 يوم. انا مع انه الزوجه تاعي من الغرب ولكن 30 يوم شربه فريك. شربه فريك. شربه فريك والبوراك هادو لازمين. لازم اكيد. وكاين اللي يدير البوراك وكاين على بالك باسكو من الانسان يخمم شويه على صحته. انا ما نكذبش عليك من نهار اللي وليت مع عائلتي الصغيره شغل الفريك يعني شويه ثقيل على المعده صح. بدينا ننوعوا. الاسبوع الاول نديروا شربه فريك والاسبوع الثاني نديروا الحريره. 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 والاسبوع الثالث نديروا شربه بيضاء. ونخدموها بالفريك. شوفي سيرتو في يامات الخير تنوع خلاص هذيك طالعه تبدا تفرغ ماشي كي اسمانه تاع تاع القطو تاع العيد الموفمون الميناج تروح تخرج شي حوايج. الوقت ما يكونش يكون الوقت قليل. قال لك رمضان ناس زمان واش قالوا؟ قال لك رمضان يجي بخير ويروح بخير. ما خلونا ما نقولوا ناس زمان جدودنا والله ما خلونا ما نقولوا.
الله ما شاء الله رب. هذا من عادات وتقاليد ناس الشرق، هما اللي يديروا الطعام كيما هكذا. واش تعيطوا لها؟ تعيطوا لها السفه؟ لا هذا مسفوف. مسفوف انتم تقولوا، ولكن على بالك في الجنوب الشرقي يعيطوا لها السفه هذه، ما في الغرب يقولوا السفه. التسميه هي شوفي طبق واحد، ولكن التسميات تختلف من منطقه لاخرى، ما بين الشرق والوسط والغرب والجنوب تختلف التسميات، ولكن الطبق هو واحد. انا ثاني يعني كي شفته قلت لها هذه السفه، قالت لي لا مسفوف. التسميه فقط تختلف. نزيد لك معلومه انه طبق السفه يندار في الجنوب عند الولد اللي يصوم لاول مره، يكون طبق رئيسي السفه بالعسل. احنا عندنا واحد العادات هذه يعني هي فكرتني اخت سميه، اسم على مسمى. يا ربي يحفظك وينورك ان شاء الله. نحن كي الطفله كي تبدا باش تصوم يحق عليها صيام، نقعدوها في مطرح عريض ونحطوا لها حليبه لويز. صح، تكلمت عليها الحصه اللي فاتت. نحطوا لها حليبه لويز في أكلة من أكلات، يعني إلا كانت مسفوف ولا يعني طبق تاع حلويات ولا كي تبدا تاكل، حنا ننبهوها باللي راهي عندك هدية. فوالا هدية وهذيك حبيبة لويز. الغرض هو تحفيز الناس العاصمة. نفس الشيء احنا في العاصمة، الولد كيصوم أول نهار تاعو يدوه يكسر صيامه في الدرجه الاولى تاع السلم، ما كيعرفها علاش. يدوه يقول لك باش يترفع شانه ومقامه في الدنيا. والطفله يدوها تكسر صيامها بجنب البير. اكو عارفينه علاش ولا لا؟ يقول لك الطفله يدوها تكسر صيامها بجنب البير باش ترسى في بيت الزوجيه كما راسيه المتاع البير. الله اكبر. هذه عادات ناس العاصمه. عادات الغرب لا، عادة الغرب كي يصوم الوليد أول مرة يعضوا عماتو خالاتو، يديروا الملمة كيما هكذا السهرية، وكي يكون حيكسر صيامو يديروه في حجر، يدوه في الدار الكبيرة يديروه في حجر جدو، يقول لك باش يتبع طريق الجدود. الناس الشرق يعطولو الخاتم، يقول لك علاش ما القبائل خاتم تاع الفضه يديروه له في كاس، ما حنايا يكسر صيامه بالخاتم تاع يمه في الشربات اللي هي ما زهر فوالا والقرفه، هذه هي شربه العاصميه تاعنا. الشرق والقبائل يديروا له كاس ما ويديروا له، انتم ديروا لويزا ناس الشرق، ناس القبائل يديروا الخاتم، يقول لك باش يختم، باش يختم الصوم في قلبه ويشفى عليها. لويزا يقول لك باش يتحفز على الصيام ودائما تبقى في باله هذيك الذكرى تاع اول مره صام. شتي الجزائر قاره بعاداتها، قاره ما شاء الله ربي يبارك. يعني نقولوا فقط للمسفوف، قولي لي يعني وشنو هما المناسبات اللي يديروهم فيهم في الاعياد ولا في المناسبات؟ لا هذا المسفوف دوك نفهمك شويه، يعني اللي غيش احنا نديروه في الصباحيه تاع العروس. العروسة يديروا لها المسفوف، الشغل هذا يديروا في العراس في المناسبات في هذا الوقت اللي رانا فيه، ولا يديروا في يعني كونتيتي مع فيه المكسرات بزاف، فيه اللوز، فيه العسل الحر، فيه العسل الحر، فيه قيمة غذائية ما شاء الله. يتفور الطعام ويتفور اللوز مرحي، وبعد يختلط مع بعض و شغل هنا تعاودوا تفتلوه باش تمزجوا هذاك اللوز المرحي مع الطعام. بعد تسمغوه بالزبده الحره. وبعد الغاجوت هذه المكسرات من فوق للزينه ومع العسل. غني يعني ما فيه قيمه غذائيه. تبارك الله، يعني مفيد للصحه. هذا مسفوف عادي، يعني كاين اطباق واحد اخرى كما كاين واحد الطبق يعيطوا له اكله الملوك. اللي هو الملتوخه هي عباره عن مكسرات ورغيف رقيق يطبخ بالحليب، يعني يعجن بالحليب ومن بعد يطيبوه نصف طياب ويقطعوه رقيق، ومن بعد يجيبوا الغرس والغرس يعجنوه بالماء ورد وبالماء زهر، ويعني حاجه فيه البهارات يعني سبيسيال. مي يعني اذا كليتي مغر صومي 24 ساعه نشبع. هذا مليح في السحور، هذا يديروه في السحور. يديروه في السحور. في السحور مع كاع
كاس حليب ولا انا الا كليتو انا وياك ما نزيدوش نتسحروا حتى ليلة العيد. نو اي هو هو يعني حاجه غنيه غنيه فطيره ذو قيمه غذائيه اكزاكتومون مفيد للصحه ماشي هذه الاكلات تقدم للنافسه ايضا ولا للنافسه عندها الحرور تاعها سبيسيال اها توابلها مخصصين باش يعني تعود تقدر ترضى ما شاء الله باش تزيد نسبه الحليب عند المراه المرضعه ما شاء الله يبارك تقاليدنا ما يخلصوش ما يخلصوش احكي لي فقط ماذا تسمي على اصولك شكرا نحن اصلنا من الشرق الجزائري من ولاية تبسة بلد الشهداء خيار الناس بلد الشهداء شكرا بلد الكرماء بلد يعني ما شاء الله هي فيها لي روين رومان الاثار الرومانية ما شاء الله يعني كي تشوفيها حتى كاين بيوت قديمة مبنية بالحجارة تعرفي تقول لك رايحة كي تشوفيها ديجا يعني يقشعر كتبي حاجه يعني تاع زمان يعني كانت حتى كاين بيوت ما كيحبين يعاودوا يعني خلاو ينقوا بيتهم ولا يبنوها يلقاو اثار تحت البيوت القديمه اثار رومانيه يعني كما ولايه تيبازا كما ولايه باتنا مازال فيها الاثار الرومانيه وكشتي مؤخرا شتي كي كانوا حيحفروا تونال تاع ساحه الشهداء هذيك لقاو هذيك الاثار الرومانيه مدينه رومانيه تحت ساحه الشهداء هنا في الجزائر ما شاء الله بلادنا معروفين بالعادات والتقاليد ومازالت يعني ما الغير انا في العصرانه ولكن الناس مازالها محافظه على العادات والتقاليد وحنا بدورنا نحفزوا يعني الاجيال هذه تاعنا لحد الان كاين بعض العائلات مازالهم محتفظين بالعادات والتقاليد بالخلوه تاعها يعني الخلوه هي الحمام هي الحمام يعيطوا لها الخلوه يدوا العروسه ويعني حتى الحمام تاعها اللي انتما في الشرق ما تقولوش الحمام تقول تعوم ايه تعوم يعني يديروا لها الورد ولازم يحطوا لها القصعه تاع النحاس ويحنوا لها واللي يجوا للحمام بدون يعني عرضه يخلصوا عليهم الحمام ماما هنا في الوسط كاينه هذه العاده تاع يدوها للحمام كما قلتي ودي معها المحبس معمر بالمقراط والشمع انا اختي دارتها انا درتها اختي الصغيره وعاودوا ولاو ليها هذه العاده تاع الحمام ودخلوا بالشماع التقدام والمقروط في المحبس المحبس راني شفت المحبس معمر المقروط ومن بعد هذاك المقروط يفرقوها على الناس اللي تكون التما ويخلصوا الحمام والزغاريت ما شاء الله يعني عادات والله الحلوه الحنه تاع العروسه درك اللي قلت بكري كانوا انا درت موضوع في اللايف في صفحه الفيسبوك على اعراس ما بين البارح واليوم وايضا جست فيه في قناه اعراس ما بين البارح واليوم الحنه احنا هذه العاده ما باش اسكنتم ما تعرفوها ولا لا احنا في العاصمه وما مش في العاصمه يعني في الوسط ككل الوسط الجزائري عندنا يديروا لها الحنه يروحوا اهل العريس قبل ما يقولوا يدوا لها الكبش وبعدين من الكبش هذيك الليله يروحوا يحنوا لها ليله التصديرات تاعها كي تتصدر وقاعد دير عرسها هي يجوا اهل العريس يديروا لها الحنه اما دوكا هذه العاده عندكم انتم هذه العاده في الشرق مازال كيما حنا نفس الشيء في الوسط يعني تلقاي كاين بعض العوايد اللي يعني نفس العوايد في جهات الوطن يعني الاربعه ما كانش اختلاف كبير التسميات فقط تختلف كما في تلمسان يربدوها في العماريه احنا يربدوا العريس في القصه في القصه واحد العاده في الشرق تلمسان العريس فوق العود هذه حضرت هذه لكن لحد الان ما فهمتش معناها يسبقوا الصبات في العريس شغل ساندغيون ما فهمت معلاش يسبقوا الصبات يعني تاع العريس سبحان الله فيها حكمه ويربدوا العريس وسبحان الله يعني يسرق الصبات يلحقوا يعني العش الزوجيه يعني سبحان الله كاين عادات بزاف وعادات حلوه ما شاء الله
ان شاء الله يبقاو محافظين عليها. وهذا يدخل دائما كما نقولوا احنا بطبعنا احنا الجدود، احنا كانت همزه الجدود، جدودنا كانوا همزه تواصل ما بيننا وبين الجيل اللي فات، وبداو ما احنا ايضا نكونوا همزه تواصل ما بين الجيل اللي فات والجيل اللي راه جاي، وهكذا داو عليك تبقى المجتمعات محافظه على العادات والتقاليد. كانوا زمان كانوا كما خالتي انا، ربي يرحمها ويرسى عليها، تحكي لي امي قالت لي خالتك جابوها في جمل فوق الناقه. زمان هكذا فوق الناقه يعني، ودركا جاب لي ربي بدات تولي ولات على مود، يعني سا دوفني على مود. زمان كانوا العروسه يجيبوها ايضا في الكاليش، ودركا غادي تولات هذه العاده تاع الكاليش. ايضا كاينه حاجه، زمان كانت العروسه تجيب التروسو تاعها كما قلنا احنا، الجهاز تاعها في الصنادق. الصندوق درك هي ولات هذيك العاده انه يدو الطبق في الصندوق. الصندوق سي فوالا برك، شنو يعني الصناديق درك زعما مودرن في عصرنا. بصح هو عاودوا ولاو بزاف الناس راهي تعاود تولي. قال لك ناس زمان اللي ما عنده ماضي ما يكون لي حاضر. العوده الى، قال لك العوده الرجوع الى الاصل فضيله. صح، على ناس تبسا ما شاء الله خيار الناس، وعندي حبابي بزاف تبسا نسلم عليهم من هذا المنبر. والله مازالهم محافظين على عاداتهم على تقاليدهم، مازال محافظين على ليله القرش. ما على باليش اسكو تعرفيها ولا ليله القرش، هي ليله الشعبانيه. احنا نقولوا هنا في الجزائر ليله الشعبانيه، انهم يعرضوا الطفله المتزوجه مثلا، انت راكي متزوجه، يعرضوك داركم في الليله الاخيره من شعبان. كاين اللي يديروها ليله النصبيه، وكاين اللي يديروها في الليله الاخيره من شعبان، يعرضوا الطفله تتعشى عندهم. يعني مثلا انت يعرضوك اهلك تتعشي عندهم وتباتي تما هذيك الليله الاخيره، ويديروا عليها من لما. واذا اذا كانت عندكم مثلا عروسه في الدار، ثانيك العروسه هذيك تروح. هما في الشرق يسموها ليله القرش، احنا هنا في الوسط يقولوا عليها ليله الشعبانيه. نكملوا بسرتنا، مازالنا متواصلين، لكن راح فقط لفاصل صغير ونعود لكم. ياك مشاهدينا ما تروحوش بعيد، نروحوا لفاصل صغير ونعود لكم. عودة لكم مشاهدينا، وراح نكملوا مع سمية ونقولوا لك شنو هي الحكايه اللي راح تحكيها لنا اليوم. الحكايه تاع اليوم، اليوم نسافر بكم، اليوم حكايه صح شابه بزاف من التراث. انا نقول لكم القول وانتم قولوا لي اسكو تعرفتوا الحكايه ولا لا. مسيتكم بالخير والعنبر والياسمين، جيت بالقول وخير القول، الله يثبت العقول. طليت على الحباب بالسكر والعسل، مسيتكم والعنبر والمسك، رشيتكم طامعة في محبتكم، تحت جناح الليل نحكي لكم. اليوم جيناكم بالعدول والحديث المفتول، وبالكلام المعسول والمعنى المجدول. عرفتوا الحكايه ولا لا؟ عجبني الكلام، كلام لكن ما عرفتش الحكايه. عرفت الكلام ما شاء الله. لكم طامعة في محبتكم والعسل. بالك العروسه لا عسل لا عسل حاجه تاع ماكله قلب اللوز. لا زيدي استاذ نسب لا عسل لا عسل. يا قالت قلب اللوز كي قريبه نوعا ما. انا عين صديق وراهم قالوا لي بلي زلابيه زلابيه. عيونك ما زيدش نقول ما نقولك زلابيه. يلا زلابيه. اليوم اليوم جيتكم بحكاية وأصل تسمية زلابية. بما أنه السيدة سامية راهي لابسة الملحفة التونسية، فهناك ثلاث روايات لأصل تسمية حلوى زلابية. كاين الرواية الثانية فيها دخل تونسي، تبعي معايا الحكاية باش تعرفي. الرواية تقول أنه زرياب الموسيقار المشهور لما سافر للأندلس جاب هذه الحلوى زلابية، ولكن كي جابها هو لعندنا هنا في, 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 في المغرب العربي، أطلق عليها تسمية الزريابية نسبة للاسم ديالو. وبعدين مرور الزمن تحرف الاسم وأصبح زلابية.
هذه بالنسبه للروايه الاولى. وهناك الروايه الثانيه اللي تقول كان هناك تاجر في الاندلس من كبار التجار حب يكسر صيامه على حلوى مختلفه، فطلب من الطاهي تاعو اللي هو من اصل تونسي. علاش قلت لك عندها علاقه بتونس الشقيقه واللي نحييهم من هذا المنبر؟ طلب من الطاهي هذاك التونسي، قال له حبيت اليوم نكسر صيامي على نوع مختلف من الحلويات. فاذا به دخل هذاك الطاهي ولكن ما لقاش المستلزمات كما نقولوا احنا بالدرجه تاعنا ولا باللغه الفرنسيه لي زانغريديون اللي يخدم بهم حلوى مختلفه. لقى السميد اللي هو الدقيق والسكر والزيت، فصنع هكا حلوى بهذا. يعني الانسان كيكون عنده حب في المهنه هذه يبدع بهذه المستلزمات هذه القليله، صنع هذه الحلوى رماها في الزيت التقلى. بعدين كي بدات تتقلى جات على شكل كي شتي الزلابيه كيفاش تجي هذاك الشكل ديالها هذاك المنحنى هذاك، هي تتقلى ويخمم في راسه قال زلت بيا. زلت بيا هي بالمعنى تاعنا في اللغه العربيه الفصحى لقد اخطات في الوصفه، خرج الشكل تاعها غريب. تقول الروايه انه منذ ذلك الوقت سميت بالزلابيه وتداولها الناس وجات الى المغرب العربي. اما الروايه الثالثه اللي تقول انه في عهد امير غرناطه جد عبد الله الثاني عشر، هذا الامير الغرناطي طلب من الطهاة كما نقولوا احنا دار لهم مسابقه، قال لهم حبيت نكسر صيامي على حلوى جديده ونوع مختلف لم اراه، واللي الحلوى ديالو تعجبني قدم لي قيمه ماليه. راحوا هذوك الطهاة يتنافسوا شكون اللي قدم الحلوى ذات الذوق المختلف. فاذا باحد الطهاة دار هذه الوصفه تاع الدقيق والعسل والزيت، عفوا السكر والدقيق والزيت، وجابها. كي كان داخل البلاط الملكي وحامل الصيني تاع الحلوى زلق، لكو تعرفوا البلاط الملكي دائما يكون بالزليج، زلق قعد يصيح ويقول زلت بيا زلت بيا زلت بيا. بعدين هما رفدوا الصيني قبل ما يطيح على البلاط واخذوه للامير الغرناطي. كي ذوق الحلويات عجباته هذه الوصفه اللي جابها الطاهي، من ثم جاته الفكره باش يسميها زلابيه. هناك ثلاث روايات، انا حكيت لكم الثلاث روايات ولكن الروايه تاع الامير الغرناطي هي الاقرب الى الحقيقه. زلابيه كما نعرفها ماهيش مختصه بها الجزائر فقط والمغرب ولا تونس، وانما نلقاوها في اوروبا وعندها تسميات مختلفه. نلقاوها في المغرب الاقصى تسمى بالشبيكه، نلقاوها او المشبكه، نلقاوها في تونس، نلقاوها هنا في الجزائر واللي معروفين بها ناس بوفارك اللي نحييهم من هذا المنبر، ونلقاوها ايضا في الشرق الاوسط، ونلقاوها حتى في الهند وباكستان. قل لك رب صدفة خير من ألف ميعاد، يعني شاءت الصدف أن الأمير يطلب ولا التاجر ولا بغض النظر عن الروايات اللي تقال، يعني الصدفة أنه حبوا يأكلوا نوع جديد من الحلويات في رمضان فأصبحت حلوى عالمية مشهورة في كل بقاع العالم. مازالها حتى الدوك ما نلقاوش مائدة رمضانية تخلو من حلوى الزلابية. وفي الغرب الجزائري يكسروا صيامهم، مازالهم في العادة هذيك شادين فيها يكسروا صيامهم على زلابية. هذه هي الحكاية تاع اليوم، نتمنى إن شاء الله تكون عجبتكم. كنت معاهم تتخيلي في في البلاط الملكي والامير الغرناطي. ان شاء الله تكون عجبتكم الحكايه تاع اليوم، ونلتقي في حكايات اخرى، عادات جديده وتراث جديد. عاد انا خممت اليوم نحط لكم الحكايه تاع تشارك، من بعد قلت سميه اليوم نحكوا الزلابيه رانا في رمضان، تشارك خليها ليا مات العيد ان شاء الله. تفضلي استاذه. الحكايه هذه تاع تشبه حكايتك، لكن هذا امير ملك زمان يحكى ملك اكل كل الاكلات الدنيا بما يشتهي في قلبك. ما شاء الله. شغل كراه قال لهم انا مليت من اللحوم والدسم.
حبيت نشوف طبق جديد. طبق جديد قال لهم جيبوا لي اكله في عمري ما كليتها. صرا له كيما الامير الغرناطي. جيبوا له اكله قال لهم هذه لا هذه اللي قلت لها يعني اكلته من زمان من قبل. جات واحدة العجوزه تخدم تما ام يعني طباخه تاعو مره جديده جدا. قلت له يا سيد الملك كان لقيت لك سيده جايتك الطهي جديد. طهي جديد قالها مستحيل كلش كلش كليتو. جاتو هذيك العجوز مرا كبيره ما شاء الله هذيك الوجه البريء سبحان الله. جاتو قلت له يا سيدي السلطان انا راح نطيب لك اكله. قالها جيبي لي اكله. قالها نمد لك مال كبير نمد لك ذهب ونمد لك. قالها حبيت بنه اخرى. راحت تلك العجوز راحت المطبخ تاع وين تخدم بنتها. اها بمستلزمات قليله. جابت قدر من الماء جبت شويه حمص حطت الحمص يغلي قلت له شويه ملح فقط ورفدت هذاك الحمص هذاك. شو حكايه اللبلابي التونسي هذا؟ بعد ما طبخ هذاك الحمص ديته له في طبق من الخشب. قلت له يا سيدي السلطان تفضل هذه الاكله. طبق عمرك الا كليته. بعد قالها وش هذا الطبق يا سيدتي؟ قلت له هذه دباره. دباره. دبرت لك دباره. دباره. ومن بعد قالها قال لكن هو لذيذ جدا. قلت له هو عباره عن ماء وحمص شوية حمص وملح فقط. قالها لكن هذا الدباره قالها يعني طعمها مختلف. مختلف عن الاطباق اللي اللي كان ياكل هو اللحوم والشحوم يعني القصه شبيهه لقصه الزلابيه. اكزاكتومون من هذاك الوقت هي دباره. رجعوها دباره. دباره. اها دباره في الشرق الجزائري معروفه. الناس بسكرا والناس في الشرق ياكلوا دباره واصبحت حتى في العاصمه يعني تلقاي اماكن خيمات وفيها اكلات تقليديه. انا الدباره علمتها لي جارتي بسكريه اللي نحييها من هذا المنبر عطاتها لي يعني الوصفه تاع الدباره يعني باصولها يعني على التقاليد وصح بنينه سورتو في الايامات تاع الشتاء والبرد. كاين اللي يديروها حاره كما قالت الاستاذه وكاين اللي لا انا نديرها كما علمتها لي حاره حاره. احنا في البلاد انا تفاجات كنت صغيره نروح بنينه امي الله يرحمها كانت تقول لخوها خالي تقول له روح تجيب لي الدباره على بالك العاده تحكي لك انه تصبح بكري ياكلوا الدباره على 10 انا تفاجات قبل القهوه قبل القهوه قالت لي ايه قالت لي خلاص لازم ياكلوا الدباره لكن هذوما ما عندهم لا الام تاع الكولون ولا شيء. سبحان الله على بالك كابرين كابرين باللي زيبيس هذوك الحركة. انا جارتي رحب بالحمص. انا جارتي قايل الحمص قلت لك ايه ده. انا جارتي طيب كل حاجه حاره كل شيء حار ولادها صغار ياكلوه عادي يعني كيما الشعب الكوري. الشعب الكوري انا شفت روبورتاج المزيود تاعهم كي يزيد يطاكلوا ليستوما تاعهم بالحار تما يولي متعود تعود. احنا اذا كلينا الدوباره هاي الكولون ماناش متعودين عليها. ايه يعطيك الصحة. هما لو ما ياكلوش الدبارة. تسمع كي يكون البرد هذاك البرد تاع الثلج هذاك وش حي نزلوا لي سبحان الله. صح الملح اللي راكي لابستها على سالية. شكرا. احكي لنا شوية عليها. هاد الملح تاع في عمرها تقريبا تقدري تقولي 90 سنة. الله يبارك. هذه قديمة قديمة. هذه هذه قديمة هذه من الله يبارك تاع جدودي. باسكو عندها غسل تاعها سبيسيال يعني ماشي في الملا ماشي يغسلوها بالصابون الضف وينشروها في الظل. وعلاش في الظل؟ باش ما تتكمش. وي باش تقعد جديدة آخر مرة يعني. تتشابه مع الملحفة الليبية برك الملحفة الليبية تكون يعني الملحفه الليبيه تلبس من جهه واحده برك وهذا جهه نازل لكن الملحفه هذه التونسيه التونسيه الجنوب التونسي والشرق الجزائري يلبسوا هذه لكن نهضر لك على القماش هذوك لا مود ولا شوفي احنا زعما لوكا القماش تاع دركا عام عامين تلقاه سي بون سبحان الله 90 سنه مازالها سبحان الله. رحت كان عندي سيمينار في تونس على واحد 4 سنوات الله يبارك
رحنا نزلنا في اوتيل وكان عندنا يعني جو بنات ما شاء الله، كما بنتي ما شاء الله ربي يحفظها بلباس يعني الجزائر ما شاء الله، يعني شرفنا تونس وشرفنا الجزائر بهذيك اللباس التقليدي. الله يبارك. انا جيت اوبليجي نروح باللباس الملحفه سبحان الله، وكانوا لي جوري وكان عندنا مؤتمر. جات واحد العجوز تلقيتها بها في الاوتيل في النزل هذاك، قالت لي يا ابنتي انت لباسك اكيد شاوي تاعكم، قالت لي الملحفه التونسيه يا ابنتي وتحباتك لو تقولي لي لا. قلت لها سي فغي، هذه انا يعني ام الوالد الله يرحمها ربي يرحمها ويوسع عليها، هي من نزل عليها الف نور من تونس، هي ذات اصول تونسيه جنوب تونسي لكن عاشت في الجزائر والجنسيه الجزائريه. الله يبارك. ويحبوا الجزائر، يعني نحن وطن واحد اكيد، الا الفاصل الحدود حدود فقط، ولكن العادات وحده والتقاليد وحده واللباس يعني حتى الطعام تاعهم نفسنا كما تاعنا نحن، وحتى عاداتهم يعني طهور اولادهم كيف كيف يعني سبحان الله. حتى اللهجات. تلاقيت في بلاطو، قطعت لك الكلام مفهومك بالحسن، تلاقيت في بلاطو مع مغنيه تونسيه يعني تحكي العادات والتقاليد تاعها، تقريبا تتشابه مع العادات والتقاليد تاع العرس تاعنا، ما كاش فرق كبير. عندهم النقافه. قالت النقافه هي اللي تنقي للعروسه. قالت صح. النقافه يعني نهار يخصوه. شغل ما نحن منطقه كيما احنا عندنا المشطه وخاصه تبسه. عندهم النقافه المشطه درك يقولوا المشطه فوالا. هما لاكوافوز تجي للبيت وهي اللي تلبسها وهي اللي دير لها لي زاكسيسوار. ربي يبارك. انا قبل كي دخلتي في الكوليس قلت لك هذه ملحفه تونسيه، قالت لي عرفتيها. من هذا المنظر نحيي اهلنا في تونس وكل الجاليه، تحيه ليهم صحة رمضانهم. دائما يكون الاسود والبلد والبغضو دائما يكون هذا هو، باسكو هذا الاصلي يكون غامق. كان في زمان المراه يعني تاع الشرق الجزائري الشاويه والناس الشرق كانت لباسهم في البيت هذا هو. يعني كانت لباسهم العادي كما احنا نقولوا الجبه. هما كان هذا هو لباس. كما في منطقه القبائل عندهم الجبه القبائليه والفوطه، كما في الغرب الجزائري عندهم البلوزه. احنا عندنا هنا في الجزائر في الناس الوسط سروال الشلقه والكاساكه. كاساكا تعرفي الكاساكا؟ ندير لك حكايه عليها الكاساكا. كاين كاساكا يقولوا لها الامهات يعرفوني شاني نهدر. ربي يحفظك ربي ينورك. ربي هذا انا اليوم راني لابسه الشامسه، هذه يقولوا لها الشامسه، هي جبه عنابيه ذات اصول عنابيه يلبسوها العنابيات، تجي هكا ذات قطعتين يعني الجبه الجبه والجيلي هذه من الفوق، وتخدم بهذا الطرز يسموه الطرز الكروفيل هذايا، جبه عنابيه ذات اصول عنابيه من التقاليد الجزائريه. هي يعني في الفصاله تاعها والعرسات هذو يسموهم العرسات، هي في الفصاله تاعها والعرسات تشبه خسك تروح للجبه الفرقاني برسك ماشي بزاف، ولكن تجيب هذا جبه الفرقاني تجيب القطيفه، الشامسه تجيب هذه الساتار وعيا اللي يعيطوا لها، ويجي هذا الطرز هذايا بالشعره ويجي خارج هذا الكروفيل هذا خارجها، يسموه الكروفيل هذا يسموه خيط الكروفيل. يعني هي خفيفه على الفرقاني. خفيفه والله هي ما لها ديتك. ماهيش تبان بس كنا يعني لابسه. فيها المجبود المجبود والكنتير، لا هذه فيها الكروفيل والكنتير وفيها معمره بالعباس وش فيها فيها الفتله هذه الفتله الخيط هذا وهذا الكنتير فيها العقاش فيها العدس معمره معمره، وتجي ذات قطعتين الفرقاني تجي قطعه واحده. هذه كي تتنحى تشوفيها كي شغل بريسك تشبه للفرقاني، وتجي الجيلي فيها الجيلي هذا من الفوق يعني ذات قطعتين، كاين اللي تجي مفتوحه في الظهر، دركا راهم كيما نقولوا عصرنوا فيها، تجي مفتوحه الشامسه تجي مفتوحه حتى لهنا في الظهر تاعها تجي محرف هكذا مفتوح. كاين كاين هو في بوكو بلوس في الشرق الجزائري اسمها فوطه وبلوزه.
فوطه وبلوزه. نحن نقولوا انا عندي ان شاء الله ونجيبها لك. هيا خلاص نشوفوها عليك. فوطه لا شوفوها عليك. هيا نشوفوها عليك ان شاء الله. ان شاء الله. وهذه خدمتها في تونس. فوطه وبلوزه تجي لو من بعد يجي لو بوليرو. اها شفتها وتجي لا جوب. هذه هي لا روب دو ماريي دو في تونس. شفتها تجي لا جوب. بلوزه خدمتها في تونس. هذيك اسمها فوطه وبلوزه. انا نعرفها ولكن كي قلتي فوطه وبلوزه راحت لي ليما. تاعها القديم قلت لك مع العصر. عصرناها دركا. دركا شفتها. سي فريمون سي مانيفيك ويديروها بالكنتيل والمجبود. بالكنتيل والمجبود صح والطرز شفتها. يعني حاجه عظيمه. تخرج بها العروسه ياك في تونس. شفتها. هما مازالوا متحافظين عليها. جوسكا بريزون العروسه تخرج بالفوطه وبلوزه. ربي يبارك. الجزائري كاين اللي داروا فوطه وبلوزه. يعني الله يبارك. يبدلوا في اللباس. انا كنت شفت شده المسانيه كانوا داروها سروال. درك عاد يعصرنوا فيها ولكن ولكن تبقى شده الانسانيه التقليديه اللي نعرفوها والشامسه تبقى شامسه والفرقاني يبقى فرقاني والكراكو درك كي شفتي راهم يديروا لافيست وحده والبونطالون ولكن يروح هذاك السر للشارم كيما نقولوا تاع اللباس التقليدي يروح. انا الشعره بالكنت بالشعره الشعره والمجبود نخدم جدو عندي القرقاف احنا نقولوا القرقاف اللي يخدموا به هذاك اللي يخدموا به المجبود والفتله. انا كنت في هذا المجال جدو. انا نحب لا كويزين نحب الطرز يعني بغض النظر على انك امراه عامله وفي مجال السياسه ربي يبارك حتى في الحرف في الله يبارك ربي يبارك ربي يبارك ان شاء الله ان شاء الله. زمان كان واحد لابيريود ربي يعطيك صحتك. كانت طفله مالغري تكمل الدراسه في فتره الصيف نتعلم المجبود والكروشي والطنيبه والبرودي نكملوه يعني والبرت الحج هذاك مام حتى كانت الحافه هذيك تاع الخيشه. الخيشه اللي كنا نجيبوا فيها سميد هذيك ما نرموهاش نغسلوها. ومن بعد نعملوها دي تابي. دي تابي خدموهم كاين اللي كانوا يخدموهم بلي ساشي تاع فوالا لي ساشي تاع النيلون هذاك تاع القضيان وكاين اللي خدموه بالخيط تاع الصوف. في زمان كانت فوالا فريمون كانت ايام حلوه. درك ما كاش ما كاش ما راناش حرفيات ولكن عندنا حاجه تشغلنا يعني. انا لحقت عليهم هذا اللي مانيش كبيره بزاف عندي غير 37 سنه راني من مواليد 86 ولكن لحقت على هاد لحقت عليهم ما من الالعاب ودركو تغيروا بكري كنا نلعبوا كان كل فصل عنده اللعبه ديالو كيما في الشتاء كنا نلعبوا لا ماغان تعرفوا لا ماغان لا ماغان لا كورد كنا نلعبوا القريده درك ما كاش الصيف نلعبوا هذيك باش انتم كيفاش تسموها كلها عندنا دربوكه دربوكه في البقالات شتي ما كانتش تجوز السهريه بلا بقاله بصح درك ما بقاش هذا الشيء. هي قلت لك العولمه والتكنولوجيا والهواتف اللي شغلت كل العالم صح 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 فيها ايجابيات وفيها سلبيات ان شاء الله ان شاء الله تعاود تولي. معليش يا سيدي ما نقولوش حنا نتخلاو على عصرنا ونتخلاو ولكن نبقى محافظين على التراث والاصاله. مادام حكيتي سمية عن البقالات حنا في سهرتنا مادام سمية عندنا بقالات يعني نفكروك في ايامات زمان سهرة رمضان تاع زمان. جدور عندك شي حاجة تعقدي بها مرة؟ زمان على بالك كيفاش كانوا يديروا تعرفي زمان كانوا يجيبوا البقال يجيبوا البقال ويعمروه بما تاع سبع عيون. انا ما لقيتش سبع عيون يا خاوتي عمركم ما سعيده ومملعين. يعمروه بما تاع سبع عيون ويديروا له التشقاف تاع سبع بيبان يعني كل باب ينحوا منه شقفه ويبيتوه للنجوم وبعدين فمن غد هذاك في الليل يجوا هكا العويتقات واللي تقرا لهم البقاله تكون مراه يعني كبيره في السن يعني يقولوا مزوجه
يرميو خواتمهم نورمالمون دوك نعمره لكم بالماء كيما هكا، ولكن انا عمرته بالبقال. عمروه بالماء وتشقى تاع سبع عيون نرميو حنا اللي رانا حاضرين. ترميو كامل خواتمكم في الماء هذاك، وبعدين انايا نعطي مثلا اكورميتو كامل خواتمكم بلا ما تشوف هي، نعطي لها الجبد. جبد كي جبد الخاتم، انا نجبد من عندي بقاله، البقاله اللي نقراها تكون مولات الخاتم اللي نجبد. ويقولوا في العوايد، انا ذكرتها في الحصه الفارطه، يقول لك هذاك الماء من غد هذاك يترمى في الطريق العامره، يعني الطريق اللي فيها الرايح والجاي فوالا، واللي يتخطى هذاك الماء اعتقادات تبقى اعتقادات ونيه. يقول لك اللي يتخطى هذاك الماء سبحان الله يجي يخطب هذيك البنيته صاحبه الفال. انا حبيت نلعب لكم البقاله، بصح الحصه القادمه نجيبها لكم، نلعبوا نديروا البقاله على اصولها. يلا ان شاء الله نقرا لكم من يوم الفال. نفوتوا في الضيفه اليوم. تفضلي صاحبي بقاله. هاتي نقراها لك. بسم الله. انوي عقدة عقدي. انا عقدتها وننويها ل... ما تقوليش مع تنويها. ننويها لكل حبابي وكل ننويها لبنتي. ان شاء الله. قلبي شكرا. ان شاء الله ربي يحفظها لك. يا فال يا فلفال يا فتاح سبع قفال. يا يما غير جري خايف يفوتوني غير خطبي هالي، هذاك النهار نديروا الفرح يزهى وبربي ان شاء الله حبابي. ان شاء الله. هذه على كلمتي على يوسف، قال لك خطبيها كذكرى. شكرا. يلا يلا ليا. اهلك. هذه لابني يوسف، هذا المنظر نحييه، وابني الله غالي. شكرا وشيراز ويوسف. لمن حتنوي؟ والله غنويتها على ماما وبابا في زوج. ربي يديرهم لك ان شاء الله. سبحان من صورك وخلاك فتنه للناس، ما ولدوك في البهجة ولا مراكش ولا فاس، فاتحة على خدك سبع حباس وورد ياسمين وقرن في اللباس، اديتي كامل السر واش خليتي للناس. يا عمري جات على قيسك يا خيمسية. شفتي أمريكا وبرك نجبد واحدة ندير ليكيب ليكيب. يا جنود الخفاء. يا فال يا فلفال يا فتاح سبق فال، حليت باب الجنان لقيت الملاح رقود، تنهدت الداليا وتحرك العنقود، قال القمر في السماء نكشف على السحاب، يدوب خلي الحبيب لحبيبه واللي في قلبه حاجه الله يبلغ المقصود. ما شاء الله. ها هي بعد الديو. يلا وحده للمشاهدين. المشاهدين اكيد انوي المشاهدين. يلا عقدوا ما تنساوش. عقدوا ونوي. بسم الله بديت وعنبي صليت، يا فال يا فلفال يا فتاح سبع قفال، ولا على حاجة فارغة تندب حظك، وما يحك لك غير ظفرك وما يبكي لك غير شفرك. يا مشاهدين هدية. ما يحك لك غير ظفرك وما يبكي لك غير شفرك. أنا دركا إيمان أنا نجبد وحدة وقراي لي قراو لي فالي غير أنا نقرا. لا مسمي هاي أنا قلت خيري. هيا يا الله. شكرا. معليش إلا ما قدرتيش تقرايها نقرا. قلنا لما ننوينا. أنا ننويها على ولادي، أنا ننويها على وليداتي، عندي زوج أطفال رسال ولاء الدين وقطر الندى زينب. ربي يحفظهم لك إن شاء الله يا رب. يلا انا اقول يا فال يا فلفال يا فتاح سبع قفال. يلا الله يفتح علينا. امين يا رب اجمعين. أمة محمد. اعسل لي اعسل في باقه خضراء يا عمري، يا شميت العاشقين يا تمره. حلف سيدي الملاح ما يبأس أمرا، غير إذا جد غزالته باش كمل الحضرة. ما شاء الله. ربي يحفظك وينورك. سهرت فيك معكم مدام سمية. شكرا ربي يحفظك وينورك. شكرا.
والله ما حسيناش، كان وقت خفيف ظريف. نشكر الأستاذة سامية، تشرفت بمعرفتك. حتى أنا تشرفت بمعرفتكم، وهذه اللمة هي لمة حلوة ما شاء الله، حلوة والقلوب وصح، قاعدة وحكاية، قاعدة وحكاية. وشكرا، لأننا بزاف حاجات اليوم من عندكم. ربي يحفظك ربي. أنا فقط سمينا كلمة أخيرة لمشاهدينا. والله واش غنقول لكم، ربي يحفظكم، شكرا لكم، ونحيي بالخصوص جنود الخفاء اللي تعبوا معنا اليوم. ونقول لهم للمشاهدين الكرام، صحة سحوركم، صوموا إن شاء الله بالصحة والهنا. وتحياتي للعائلة الصغيرة والعائلة الكبيرة، وكل واحد يعرف سمية، ونلتقي في حكاية جديدة. مدام سمية، كلمة أخيرة. كلمة أخيرة وليست الأخيرة، إن شاء الله يا رب. إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله كل عام وأنتم بخير، ونشكركم على هذه السهرة الطيبة وهذا الكلام. أنا قبيلة كانت تحكي في الحكاية، كنت أنام من كثر هذاك الكلام الطيب والصوت الشجيع. يعني ربي يحفظك. وهذه اللمة وهذا الزين الجزائري الأصيل ما شاء الله، ربنا يحميها إن شاء الله من كل إن شاء الله يا رب. وشكرا على هذه الاستضافة وهذه الأكلات الحلوة ما شاء الله. بركة. ورمضان كريم وإن شاء الله، وكل عام وأنتم بخير وصحة سحوركم. ونشكر الناس الخفاء ما شاء الله، راهم تعبانين كثير. وميرسي بوكو. برك سمحوا لي كلمة، نوجه الشكر للأخت ديالي صيفي غانية، اللي هي قامت بتلبيسي وتجميع الميكاب. كيفاش نسيتي مرايتك غانية؟ غير حاجة تحياتي لها. نشكرها على مجهوداتها، يعني هي الداعمه ليا، يعني من بدايه الرحله الى غايه الساعه. شكر خاص لفندق دار ضياف بوشاوي. نتلاقاو ان شاء الله غدا في سهره اخرى. في امان الله، صحه سفركم.